الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اللهم اعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استغفر الله اليوم ما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أتأثري دخولك تحت قولي أن جعلت لي أحمد النبي وأجمل منك يا رسول الله لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنما قد خلقت كما تشاء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله يا محمد يا ابن عبد الله. قسم سنة الثالثة متوسط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس بسيط وبسيط حول التحليل الكهربائي للماء. التحليل الكهربائي للماء راح نفهم واش معنى كلمة التحليل الكهربائي للماء من خلال ماذا؟ مقدمة بسيطة نتكلموا فيها على الفرق الكيميائي والنوع الكيميائي، لأنه الطالب باش يفهم التحليل الكهربائي للماء لابد أنه يكون فاهم ما معنى الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي اللي شفناه من قبل. كما نقولوا مثلا التلميذ والقسم. التلميذ في القسم، فالتلميذ واحد، التلميذ يمثل فرد كيميائي. فمجموعة التلاميذ واش تعطينا؟ تعطينا قسم. فالقسم يسمى بنوع كيميائي، دونك النوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد الكيميائية. أما الفرد الكيميائي مش هو؟ هو الحاجة الصغيرة المكونة للمادة. نعم هي دقائق أو دقيقة مجهرية. علاش قلنا مجهرية؟ هل ترى بالعين المجردة؟ لا ترى بالعين المجردة، فهي دقيقة مجهرية إيه؟ مكونة للمادة، هي تكون المادة. تمام؟ بون، أنت مستحق قبل ما نروحوا للتحليل الكهربائي البسيط، راح نتكلموا على الفرد الكيميائي. الفرد الكيميائي، ما المقصود؟ تراني أسأل، ما المقصود بالفرد الكيميائي؟ شو الولد؟ فهموا مليح، هنا كفانا حفاظ. كفانا كتيبة. التلميذ لازم يفهم، لازم يفهم. يقول العالم أتوموس، كاين واحد العالم كيميائي اسمه العالم أتوموس، يقول كون نجيبو مادة، مادة، هذه مادة، قطعة طبشير، قطعة أي مادة، أي مادة، حجرة صغيرة، أي حاجة، ونجزئوها إلى جزئين، نقسموها إلى جزء، نتحصلوا مثلا على الشكل هذا، ثم نجزئ. ثم نجزئ على جوج، على زوج، على زوج، على زوج، على زوج، فإننا في الأخير، في الأخير سوف نتحصل على جزء أو جسم أو شيء، شيء لا نستطيع تجزئته إلى جزئين. جزئ 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 جزئ، ثم راح نتحصل على حاجة، نتحصل على حاجة لا نستطيع تجزئتها إلى جزئين. وش هي الحاجة هذه؟ هذا هو الفرق الكيميائي. ان شاء الله كي تطلعوا السنه الرابعه المتوسط راح تقراوا الحاجه هذه اسمها الذره. لاتوم اسمها الذره. لانه يعني الذره هي اصغر مكون للماده ولا تحمل صفاتها مرمز لها بالرمز اكس. هي الذره. تمام؟ بالنسبه لكم انتم راح تسميوها فرد كيميائي. هي عباره عن ماذا؟ شو هي؟ عباره عن ماذا؟ الفرد الكيميائي عباره عن ماذا؟ ما هو شو التعريف؟ فرد. لا. هنا؟ لا هناك خلط تعريف. قلنا الفرد الكيميائي وش هو؟ دقيقة مجهرية. قلنا قبيل دقيقة مجهرية. إذا الفرد الكيميائي وش هو التعريف تاعو؟ قلنا هو دقيقة مجهرية.
واش معنى يعني صغير؟ دقيقة. مجهرية واش معنى؟ يعني ترابي المجهر. مجهرية. إيه؟ دقيقة مجهرية. مكونة. هي اللي مكونة لماذا؟ مكونة للمادة. هي اللي تكون لنا المادة. يعني كي نجي نديرو ذرة مع ذرة مع ذرة، راح نروح نطلع للمادة. أما كي نجزئوا المادة، نجزئوها مادة نفسدوها، نكسروها نجزئوها، فنتحص على ماذا؟ على فرد كيميائي. مثلا ذرة. أعطيني واش مثال على الفرد الكيميائي. مثال إيه؟ مثال على الفرد الكيميائي. مثلا ذرة فاصلة جزيء. جزيء مثلا ذرة الأكسجين. جزيء مثلا جزيء H2O، هذا عبارة عن فرد كيميائي. كمان شاردة. هذه الشاردة راح نتكلموا عليها إن شاء الله في السنة الرابعة المتوسطة. مثلا شاردة شاردة الكلور Cl ناقص. الشاردة هي عبارة عن ذرة وفوقها أسس. ناقص زائد منها العام الجاي ان شاء الله راح تقراوا واش معنى كلمه شارده. تمام. اما الجزيء تعرفوه، الذره تعرفوها، قيناها في السنه الثانيه المتوسطه. تمام. هذا واش سموه الفرد الكيميائي. بون، اذا بغيت تفهم انت واش هو الفرد الكيميائي، قلنا هذا عباره عن قسم. القسم هو عندنا فيه مجموعه من التلاميذ. هذا تلميذ 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 تلميذ. التلميذ هذا هو فرد ماذا؟ كيميائي. اما القسم ككل اللي هو فيها مجموعه من التلاميذ، واش هو؟ نوع كيميائي. واش هو التعريف تاع النوع الكيميائي؟ ها شوف النوع الكيميائي. النوع الكيميائي هو مجموعه من الافراد الكيميائيه. مجموعه من الافراد الكيميائيه. كاين شرط ولا ما قلناش؟ واش هي؟ مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. ما تجيبليش مثلا فرد كيميائي مثلا ماء، وتجيب لي فرد كيميائي مثلا باغ إكزومبل زيت، وتقول لي هذا عبارة عن نوع كيميائي. نوع كيميائي هو متجانس، يخص فرد ماذا؟ فرد نوع. دونك هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة. هي متماثلة تراب على المستوى العين. شو من العين؟ هي بين عين المجهر. وهي تراعب بمستوى المجهر. أعطيني مثال أستاذ. مثال الماء. الماء منين نشربوه؟ تعرفوه ولا؟ ونجيبوا كاس تاع ماء. ها كاس تاع ماء. كاس وبه ماء. في الماء هذا وش فيه؟ وش هو الماء؟ الماء هذا هو عبارة عن نوع كيميائي. لماذا هو نوع كيميائي؟ لماذا؟ لأنه يتكون من ماذا؟ من مجموعة أفراد كيميائية. ف H2O ونديرو H2O نزيدو لها H2O نزيدو لها H2O وشاطينا يساوي ماذا؟ يساوي الماء. فالماء الأزرق هذا اللون الأزرق، الماء اللي نشربوه واللي نتوضاو به واللي نديرو واللي نغسلو به، الماء هذاك هو مجموعة من الأفراد الكيميائية اللي هي شكون متجانسة ليا؟ جوزي فرد H2O. ف H2O زائد H2O زائد H2O تعطينا تعطينا انتبه يا شيخ انتبه يا حمود ليك هضر من السهرة تبدا معايا. ف H2O زائد H2O زائد H2O واش تعطينا؟ تعطينا نوع كيميائي اللي هو الماء. فهمت؟ إذا أعيد H2O فرد زائد H2O فرد زائد H2O فرد واش تعطينا؟ تعطينا نوع كيميائي. قلنا تلميذ زائد تلميذ زائد تلميذ زائد تلميذ يعطينا قسم. فالقسم كل كيما انتوما القسم هو نوع كيميائي. تلميذ واحد فرد كيميائي. فالنوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد الكيميائية. أنتم كل طلبة يا ولدي ياخي ولا؟ كل طلبة. ما كانش شخص هنا قاعد معكم ماهوش تلميذ. دونك راكم متماثلين من ناحية واش؟ من ناحية النوع. تقولوا لنا واش؟ تقولوا لنا نوع كيميائي اللي هو قسم تلاميذ. ما كانش معنا مثلا ميكانيسيان. ما كانش معنا مثلا نجار. كل تلاميذ. تمام؟ إذا راكم كل عبارة عن تلاميذ. آخر مرة نحل لك الحركة. زيد تحرك المرة الثانية طرو قلنا حيل حركة ربع يديك كيما زملاء صلي معنا. إذا تفهمنا واش هو الفرد الكيميائي وتفهمنا واش هو النوع الكيميائي. الفرد الكيميائي فهمناه هي ظاهرة مجهرية، أما النوع الكيميائي ظاهرة ترى على المستوى العياني. مليح نروحو درك جد نتكلمو على التحليل الكهربائي للماء. راح نستخدمونا في تجربة اللي وضعت لكم تجربة تلقاوها في الفيسبوك إن شاء الله تاعي، راح تلقاو واحد التجربة جبتها لكم اليوتيوب تشوفوا تجربة
تجربة التحليل الكهربائي للماء. هذه الكلمة التحليل الكهربائي للماء، عفوا، هذه لا جملة لا فراز، هذه إلي كومبوزي دو بليزيور مو. التحليل الكهربائي للماء، الطالب الذكي دائما ذكي، دائما يحاول يطرح مجموعة من الأسئلة. ما علاقة هذا العنوان بهذا الدرس؟ التحليل الكهربائي للماء، لماذا سمي بهذا بهذه الطريقة اللي هي نلاحظوا بلي مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، تحليل كهربائي للماء. اشرح هذا. فكلمة التحليل معناه كأنه راح نديرو قسمة، راح نقسم نحلوه. هل التحليل هذا راح نحلوه بالموز؟ ولا راح نحلوه برجوع بالمنشار؟ التحليل بماذا يتحل؟ بالكهرباء. ممكن راح تكون عندي دارة كهربائية، نسمع مليح. لماذا؟ هل التحليل الكهربائي هذا للأكسجين؟ لا. هل هذا التحليل الكهربائي للأزوت؟ لا. لغاز الكلور؟ لكذا؟ لماذا؟ للماء. دونك هنا نفهم باللي راح ندير لاناليز إلكتريك دو. لاناليز يعني التحليل إلكتريك يعني بإدارة كهربائية للماء. هنا واش نستعمل؟ راح نستعمل واحد الوعاء، نجيب واحد الوعاء اسمه وعاء فولتر. لماذا سمي بهذا الاسم؟ اسم وعاء فولتر نسبة للعالم فولتر. كان العالم بيثاغورس، كان العالم الخميس، كان علماء رياضيين، علماء فيزيائيين، وكان كيقولوا فيزيائي معنى علوم فيزيائية، يعني حتى كيمياء. كي نقول علوم فيزيائية نقصد بها فيزياء وكيمياء. تمام، كاين العالم فولتا كما كان العالم واط، كما كان العالم أمبير، كاين العالم فولتا. واش دار العالم فولتا هذا؟ هو اللي ركب لنا هذا، خلق لنا هذا، وخرع لنا هذا الوعاء. صرع لنا هذا، فسمي عليه، سمي وعاء فولتا. استاذ الوعاء هذا استاذ، هل هو وعاء عادي؟ عادي جدا، وعاء عادي؟ لا، هو وعاء خاص يحوي على مصريين. مصريين كتاب مش على مصريين، ونشوفوا مادة الصنع تاعهم ولماذا صنعت بهذه المادة. تبعوا مليح باش تفهموا مليح، نلعبكم الفيديو هذا كي تخرجوا منه تخرجوا منكم فاهمين حوايج بزاف. سكا بعض الأساتذة أو يعطيك وعاء ويعطيك ترقيم واحد اثنين ثلاثة أربعة، يلزم عليك يقول لك سمي الأرقام، سأعطي التسمية للبيانات المرقمة. مثلا تقول هذا مصر، هذا وعاء، هذا ماء مقطر، تذكر دونك لازم نفهم. كيفاش ندير وعاء فولتا؟ نرسمو كيفاش ندير؟ وعاء فولتا هو عبارة وعاء أوفر، يوفر بالطريقة هذي، يعني ما جاش الشكل تاعو ولا شكل حرف اي نط مش اي، جا اوفر يعني مفتوح بالطريقة هذي. في مصرين، هذا المصر الأول وهذا المصر الثاني. ايه ونبرونشيه وين؟ نبرونشيه في دارة كهربائية. دونك نبرونشيه في دارة كهربائية تحوي على مصباح، ووظيفة مصباح اش معانا؟ ماشي غير الإنارة، حنا كي نقول مصباح، بزاف طلبة يحسبوا مصباح الوظيفة تاعو الإنارة، كاين مصباح الوظيفة تاعو مش إنارة، واش هي؟ كيش المصباح نفهم أنا بلي ما فهموش، بلي وجود كهرباء، بلي كاين تريسيتي، دونك هو عبارة عن مؤشر لمرور التيار الكهربائي، كما ولا؟ حنا ما نسحقوش الإنارة، مالناش الهدف تاعنا الدار هذا، ما نسحقوش الإنارة. ديروا قاطعة هنا. القطعة مفتوحة، إيه؟ نديرو مولد، راكم تعرفو المولد واش هو، فيه قطب صغير وقطب كبير. القطب الصغير هو السهل، والقطب الكبير هو مادا بيكم هذا الخطين المتوازيين تبعدوهمش على بعضهم. المولد هاو الرسم تاعو كيفاش يكون؟ بزاف طلاب لقيتهم يبعدوهم على بعضهم، كون تلقى تلميذ يبعدهم على بعضهم افهم بلي دار خطأ، خطأ تقني، تبعدهمش، قربو، إيه؟ شوفوا نعطيكم اختبار اللي جا عندي فات الثلاثي الاول. عطوهم هذا جهاز امبير او امبير متر، لاحظوا اما اقول امبير متر او اقول جهاز امبير، لانه كلمه متر معناها جهاز، لا اقول جهاز امبير متر. اللي قال جهاز امبير متر وكانه قال جهاز امبير جهاز، فاما اقول امبير متر او اقول جهاز امبير. فهمين؟ يو على نفس المستوى، شكرا الاسم تاعي يكون دقيق.
فوالا ثلاثه كيما هذا. اذا قاطعه مولد جهاز امبير مصباح و مصريه. بون اسمع مليح، هنا نحكو نديرو انبوبين، الانبوب الاول والانبوب الثاني، نقلبوهم ثلاثة كيما هذي. نعطيكم ثلاثة دقيقة بعد كيفاش تجربة عندكم الولاد تشوفوها. نقلبوه على كيما قلنا الانبوب بالطريقة هذي، نقلبوه ونحطوه على المسرح. بصح كي نحطوه كيفاش ندير؟ واش نديرو؟ ونسير الولاد بعض الأساتذة ما يشرحوهاش، الطالب مسكين يولي الخيال تاعو ناقص. هذا كاين ما موقف. اسمع مليح، هذا ما موقف، ديروا معنا ما موقف. إذا دونك هنا راح يكون حتى الماء راح يدخل يخش هناك معايا ولا لا؟ يخش شوية معنا. تمام؟ بون، نحكموا الأنبوبة وفارغ، نحكموا ودوروه بطريقة كيما هذي، ودخلوا داخل الماء على يجي على واش؟ على فم المسرح، يعني بطريقة كيما هذي. شتوا؟ هاو المسرح، الأنبوب يكون بالطريقة هذي، مقلب على المسرح، بالطريقة هذي. مليح. هذا واش اسمه؟ هذا اسمه عنده اسم، وهذا عنده اسم. نقول لهم هذا المسرى أ وهذا المسرى ب. المسرى أ وهذا اسم المسرى ب. تمام. بالنسبة للمسريين أ و ب، أ فاصلة ولا أ و ب، درنا فيها هكذا معاك. وش هي مادة السرعة تاعهم؟ مادة السرعة تاعهم هي الجرافيت أو الفحم. لماذا اخترنا هذه المادة بعد الفحم أو الجرافيت؟ لأن المادة هذه بالذات مادة غير قابلة للتآكل، يعني يكون حطوا مثلا بيسك هنا هذا ما مش غير يكون ماء مقطر، راح نضيفوا له مادة أخرى بيسك هنا نعرفوا بالماء المقطر غير ناقل. هاك معايا ولا؟ لازم نزيدوا مثلا الصودا، نزيدوا الصودا اللي هي هيدروكسيد صوديوم، نزيدوها باش ترجع واش؟ باش يرجع هذاك السائل هذاك الماء هذاك يرجع ناقل. كون نقول لكم ماء مقطر فقط التجربة ماذا يحدث؟ لا يحدث شيء. ما يصرى والو، لا يشتعل لا مصباح، لا ينحل جهاز أمبير، نار القاطعة مفتوحة مغلوق، لا يحدث شيء. بس الماء مقطر. هنا لازم نزيدوا مادة الصودا، بيسك الصودا باش تولي إن شاء الله تطلع الكاتريماني تفهموا بلي كاين واحد الحاجة اسمها حاملات الشحن. هيدروكسيد صودا كاين حاملة الشحن، هي المسؤولة على ماذا؟ على ماذا؟ على نقل التيار الكهربائي داخل الوعاء، من داخل الوعاء فقط. تمام؟ هذه إن شاء الله السنة ربما المتوسط راح نفهموكم فيها، أنتم هزوها هكذا. ماشي. وش هي مادة السرعة تاع المصريين؟ المصريين مادة السرعة تاعهم، مادة السرعة وش هي؟ هي الجرافيت. اكتب هكذا باللغة العربية. جرافيت او الجرافيت او الفحم. كنت تروح اولاد اولاد ماماكم لعبتوها اللعبه هذه يمكن تكون تحت البيضه تضربها بالحجره تكسرها راح تلقى واش الداخل؟ راح تلقى بودره كيما البودره الماء تاع الامبريمون شنو ولا؟ تحلل البودره كيك بعد فحم كيك بعد تلقاها في شو اسمه في البيضه. دونك هذاك هي ماده الجرافيت او الفحم، هي ماده غير قابله للتاكل او الصدى وما تدفعش، لا تتفاعل مع اي محلول، تسمى كي يكون نوع اي نوع من المحلول هنا، لاحظوا بان بيسك علاش؟ راح يكون تنافس بين ماذا؟ بين المسرى هذا، او اذا بغيتوا المسرى هذا الاولاد ديروه باللون، باللون المخالف ديروه مثلا باللون الازرق لو درناه للماء، معليش زيد ديروه باللون الاحمر، ما هوش مشكل. المصريين هذا راح ديروه باللون المخالف، باللون الاحمر ها. شو ترى اسكو قاعد يقيسوا بالماء ولا؟ الماء هذا قد تكون فيه حتى لاسيد، مادة لاسيد مثلا نديرو باغ اكزومبل سبيتسيل، واحد المادة اسمها كلور، محلول كلور هيدروجين، سبيتسيل، قراني شنو من عند الحمول الحلول، سبيتسيل، تخيل نجيبو سبيتسيل ونديرو هنا المسرحين من مثلا من الحديد، واش يصراو؟ راح يتأكلوا، راح يذوبوا كما نقولوا احنا، كما العلماء يخموا قال لك حبس، لازم المسرحين اللي نديروهم داخل وعاء فولتا لازم نديروها نديرو نخموه من مادة في أي محلول يجي هنا ما يأثرش عليه. خمو خمو قال لك الحل الوحيد أنه نديرو مصريين من مادة الفحم أو الجرافيت.
فهي مادة غير قابلة للتآكل أو للصدى أو للتفاعل، ما تفاعلش مع أي محلول جسمي. فهمين يا جماعة ولا؟ مادة خاصة، مادة خاصة غير قابلة للتآكل أو الصدى أو التفاعل. هذه مادة السرعة تاع واش؟ تاع المسرية. هاك معايا؟ بون، ندخلوا برك في واش؟ ندخلوا في الدقة تاع المسرية. حنا اليوم قلنا هذا سميناه مسرة أ ولا سميناه مسرة بي. ندخلوا برك في الدقة. كون هبوا تكون نكونوا أكثر دقة، المصريين عندهم اسم بالفرنسي اسم لانود اي لو كاتود. عاودوا معايا لانود اي لو كاتود، يكتبوا كيما هكا بالفرنسي لانود انود اي لو كاتود. كاتود بالاشر ما معنى لانود ولو كاتود؟ لانود اسمه المسعد ولو كاتود اسمه المهد. عاود معايا المسعد و المهد. المسعد استاذ نعم، شكون فيهم استاذ اللي مسعد ومهد؟ ا و ب، شكون هما المسعد وشكون المهد؟ العلماء قالوا لنا بطريقه بسيطه، واش قال؟ على البوطه قال لك روح روح ارجع للمولد. المسرى المتصل بالقطب الموجب، المسرى اللي متصل بالقطب الموجب هذا اسمه المسعد. شوفوا عليها المسعد هو الموجب، منطق ولا مش منطق؟ لوجيك شو عندك؟ والمهبط الهبطة، مهبط متصل بقطب واش؟ السد. قال تتصل بالموج تطلع، تكون إيجابي تطلع، تكون سلبي وش يصير؟ تهبط. شو عليها المهبط؟ والمسر المتصل بالقطب السالب شو اسمه؟ المهبط. دونك هذا هو لامود شكون هو؟ هو المسعد، ولو كاتود شكون هو؟ هو المهبط. الفرنسي ما يهمكمش، ثقافة عامة. تعرفوا شي امي شكون هو المسعد وشكون هو المهد؟ واضح المهد؟ صلي لي واحد. اذا شرحنا وش هو وعاء فوطه، مكونات في وعاء فوطه، مما تكون من مسريين، من وعاء اول حاجه ومسريين اكما ولا وفيه انبوبين. انبوبين كما نقولوا بالدرجه مقلوبين مقلبين، شفتوا فيه ولا؟ هذا اسمه وعاء فوطه، وعاء تحليه فوطه. هذيك علاه سميناه كهربائي، لانه هو عنصر من عناصر الدارة الكهربائية. صح ولا؟ عنصر من عناصر الدارة ولا عنصر. والتنس ثاني اللي فات قال لي استاذ كي الالكتريسيتي يمشي يا استاذ هاي مكوبي هنا او مكوبي. لا نفهمكم الرد، حاولوا تركزوا معي. هنا عندما نغلق القاطع سمعنا واش حيصير، هاو غلقنا القاطع. الالكتريسيتي التيار الكهربائي يمشي اصطلاحا عكس اتجاه الالكترونات، الالكترونات تتحرك من القطب السالب من القطب السالب الى القطب الموجب. اما التيار الكهربائي يمشي العكس اصطلاحا من القطب الموجب الى القطب السالب. شوف كيما يمشي ترسل، شوف صبعي او غلقنا القاطع يمشي ترسل، يمشي 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 يوصلنا. صح ولا؟ اذا لقى الماء هذا، الماء هذا هنا اذا لقى ماء شارد، شو معناها شارد؟ يعني يحوي الى شوارد. وش يصرى؟ التريسيتي التيار الكهربائي تاعنا راح يواصل المسار تاعو الى ماذا؟ الى القطب السالب. ثم تعتبر دارة مغلقة عادي. متى التيار الكهربائي لا يشتغل؟ لا يتحرك، يعني العناصر تاع الدارة ما تشتغلش. يعني المصباح لا يتوهج، جهاز أمبير لا ينحرف، وما نلاحظوش واحد الحوايج حنا نتكلموا عليها من بعد. متى؟ متى؟ إذا كان الماء مش به ماء؟ يعني في زوج حالات. إذا كان أصلاً لا يوجد سائل، ما كانش ماء أصلاً، يعني الوعاء ثاني. ثاني حاجة إذا كان الماء مقطر، لأنه ماء مقطر قلنا في الثاني المتوسط هضرنا عن الماء المقطر، قلنا بلي راهو عبارة عن ماء لا ينقل التيار الكهربائي. فاهمين؟ زيدوا تتوسطوا على ماء متوسط تقولوا إذا كان الماء جزيئي، يعني مثلا ماء وفيه سكر، مثلا ماء جزيئي. هذه تقراوها في كاتريمان، تقراوها في المحاليل المائية نوعان، شاردية وجزيئية. الشاردية ناقلة التيار الكهربائي، وجزيئية غير ناقلة، مثل ماء السكري. مثال تمام، العام الجاي ان شاء الله راح نفصلوا بزاف في واش نقراو بزاف الشوارد ونقراو المحاليل الشارديه. حنا ما نجموش نتكلموا برك، ما نحبوش نتعمقوا في المحلول الشاردي والشوارد وكذا. تمام، ثم بالنسبه لكم انتوما تقولوا باللي الماء هذا ما لازمش يكون مقطر، لازم نضيفوا له واش؟ نضيفوا له الصودا. علاش؟ باش يرجع ماء شاردي، يعني وين يولي ينقل التيار الكهربائي. هذا بالنسبه لكم انتوما ما تتعمقوش.
نحب شويه ديال السيد الاستاذ وشي علاه درنا الصوره وعلاه درنا ماسك عن بوجه تفاهم علاش ما تقولش استاذ وما شرحليش مليح لا قلنا نشرح حوايج ندخلوا في البرنامج تاع السنه الرابعه متوسط مش مقرع عليكم شي والو والدرس المحلي الشريف صلي معاه ندخل درك البيت حنا قلنا درنا هذا الماء مقطر ماء مقطر فهمنا عليه زائد زدنا واش زدنا الصودا حتى باش ما يرجعش ماء او سائل غير ماء كيزيدوا له الصودا يرجع الواد واش يرجع ماء مش غير ناقل اروح وجاي درك البيت راح تفهم ماذا يحدث هذا هو الرسمي الرسمي تاعك مش يجيك بالفرض وباختبار عند الغلطه القاطعه صف ماذا يحدث وش راح يصير درك البلاد نحبكم تركزوا معايا يرحم والديك يرحم والديك ركز معايا يرحم والديك عند الغلطه القاطعه ماذا يحدث إذا صف ماذا يحدث عند غلط القاطع الشكل واشن الشكل سؤال أول ملاحظة لاحظوها ثاني ملاحظة ثالث ملاحظة يعني تقريبا كاين ثلاث ملاحظات دقيقة جدا لازم نلاحظوها تبعوا معايا تبعوا أول ملاحظة لاحظوها الدرس هذا المفروض كبدتوه في السنة الثانية المتوسطة تكلمتوا عليه في الثانية المتوسطة التحليل الكهربائي للماء وقلنا عليه هل هو تحول كيميائي أو فيزيائي؟ كيميائي علاه قلنا لا تحول كيميائي ظهور مواد جديدة صح ولا ظهرت مواد هل نستطيع الرجوع إلى الحالة الأصلية؟ لا نستطيع هذه من علامات التحول الكيميائي أما التحول الفيزيائي نستطيع ولا تظهر مواد جديدة صح ولا تمام أو نقولوا نستطيع ولا نقولوا تحول كيميائي أو نقولوا من الصعب الرجوع إلى الحالة الأصلية. صلي معنا. باللون الأحمر راح نذكر ماذا يحدث في ذات الضرة الكهربائية هذه عند غرق القاطع. اسمعني بها راح مودي. أول حاجة نلاحظوها هي توهج المصباح وانحراف جهاز الأمبير. يعني هذه الظاهرة العيانية اللي نشوفوها خارج ماذا؟ خارج الوعاء. إذا توهج المصباح وانحراف جهاز الأمبير هذه الملاحظة الأولى توهج المصباح المصباح يتوهج جهاز الأمبير شو صار له؟ كان المؤشر تاعه في السماء شو صار له؟ ينحرف مثلا قال 2 يرجع 2 أمبير ينحرف انحراف جهاز أمبير توهج المصباح انحراف جهاز أمبير فرضا في الدارة الكهربائية ما عطانيش جهاز أمبير إذا الملاحظة نقول توهج المصباح فقط ما نقولش وانحراف جهاز أمبير ما عندكش فهمت واضحة ملاحظة رقم 2 تفضل لا هذه كنيسة الأخوة احنا نتكلموا على ماذا نلاحظ في التجربة ماذا نلاحظ تفضل الانخفاض التدريجي داخل الانبوب في واش داخل الانبوب ولا الخارج داخل الانبوب شو نلاحظوا انخفاض مستوى الماء تدريجيا داخل ماذا داخل الانبوبين وظهور فقاعات غازيه يقابله ظهور فقاعات المفروض يعني نظروها بالتدريج نتكلم على الفقاعات اللونيه اذا ماذا نلاحظ رقم 2 ظهور فقاعات غازية داخل الأنبوبين تلميذ ذكي يفهم باللي الفقاعات كيظهروا دلالة على هذا واش معناها هذا على وجود ماذا؟ غاز غاز دونك عندي غازين زيد زيد الانخفاض التدريجي لمستوى الماء داخل الأنبوبين اوكي دونك المستوى تاع الماء يهبط زيد ظهور ماذا ظهور فقاعات
مازال. وهذا هو السؤال الاول راح يجيك الفرض. كي دير انت درس تاع التحليل الكهربائي يجيك تمرين في الفرض راح يقول لك ماذا تلاحظ كذا كذا، يقول لك بيانات، يقول لك سمي هذا واحد، تقول له مسرى ا مسرى بي، قلنا مسعف مهبط، قال مثلا انبوب، قال مثلا ماء 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 مقطر زائد صودا، تذكر شويه العناصر. مليح ايوا. بعد يجيك سؤال يقول كيف نكشف على الغازين المنطلقه؟ هذا سؤال ثاني قناه في السنه الثانيه المتوسط، كيف نكشفوا على الغازين المنطلقين؟ بون عرفنا الاولاد في السنه الثانيه المتوسط بلي نكشفوا. شوفوا مليح الاولاد كيفاش نديروا باش نكشفوا. كاين واحد منهم هذه شفناها تجربه، شفناها في الثانيه المتوسط بلي ان الهلال تاع الماء يعطينا زوج حوايج. الهلال تاع الماء هذا واش عاد مرة عندنا ماء صار تحول كيميائي، واش صرا؟ راح يجينا موج زوج غازات اللي هو غاز الاكسجين وغاز الهيدروجين. هذه المعادلة تاعنا الحالة الابتدائية واش عندنا؟ الماء. الحالة النهائية واش معناها؟ يخرجوا لنا دو غاز. مرة واش كان؟ كون نديروا الحالة الفيزيائية يعني ليكيد اكسجين واش معناها؟ ستي غاز والهيدروجين ستي غاز، دونك يخرجوا لنا زوج غازات صح؟ وعيد واش كان عندنا؟ ماء. بداية واش عندنا؟ واش عندنا؟ ماء. كي غلطنا الطاطية طا 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 واش يصرا؟ نشوفوا كاع الفقاعة خرجوا لنا دو غاز الأكسجين والهيدروجين. كم ملاحظة؟ شكون اللي يقول لي منكم شكون الأكسجين هو اللي يروح والهيدروجين هو اللي يروح؟ تفضل. غاز أكسجين هو اللي يروح إلى المسعد أم المهبط؟ المسعد. ها؟ والهيدروجين وين يروح؟ خطا. الهيدروجين تقراوا ان شاء الله في السنه الرابعه المتوسط باللي كيتشرب يرجع اش بيس، والاكسجين كيتشرب يرجع او دو مو، يعني الاكسجين كيتشرب يرجع شارده سالبه، تقراوا السنه الرابعه المتوسط ان شاء الله، والهيدروجين كيتشرب يرجع شارده موجبه. فحسب قواعد الجد مادام هذا قلنا مسعد متصل بالقطب الموجب معناها هذا بلوس صح ولا؟ وقلنا نهبط متصل بالقطب السالب معناها هذا هو ناقص. يا اخي ولا واش رايكم انتم حسب قواعد الجد؟ شكون اللي يروح للموجب؟ يروح للاش بيس ولا يروح للاو دو مو؟ لا يروح للاو دو مو. انت واش قلتي كبيت؟ الاكسجين وين يروح؟ المسعد. نعم؟ قلتي المسعد كساعد. والهيدروجين وين يروح؟ احسنت. دونك هنا هنا راح يخرج لنا اكسجين ومنه واش يخرج لنا؟ الهيدروجين. شوفوا عليها مليح ماكش مقرر عليكم انكم تشرحوها بالدقه هذه موجب وسالب. اش مليح؟ شكون اللي يتنفسوه؟ الاكسجين ولا الهيدروجين؟ الاكسجين. شوفوا بلي الاكسجين هو اللي يروح للمسعد. عاودوها لي باش ما عادش تنساها خلاص. شكون اللي يروح للمسعد؟ الاكسجين. يا اخي كان المسعد هو اللي العالي ولا ما يعطوش منها؟ هابط. شكون اللي مليح يا جماعه؟ كي تسمعك شكون اللي مليح؟ المسعد الهبط طلعه ولا الهبطه؟ طلعه. دونك الطلعه يروح لها الاكسجين. شوفوا عليها شفتوا عليها؟ والهبطه المهبط شكون يروح لها؟ الغاز اللي يبقى شكون؟ الهيدروجين. عاودوا هذا قلنا هنا راح فقاعات غازيه واش معناها؟ واحد منهم اكسجين واحد منهم هيدروجين. شكون اللي يكون في المسعد؟ اكسجين. شكون اللي يكون في المهبط؟ هيدروجين. شوفوا عليها شوفوا عليها ان شاء الله العام الجاي راح تولي تشرحوها على هذا كيروح الاكسجين وعلى هذا كيروح الهيدروجين. صلي على محمد. هنا السؤال اللي راح يجي كيف نكشف على الغاز المنطلق؟ كيفاش نكشف عليه؟ بالعكس نعطيكم تجربه كيفاش سهل. الانبوب راهو مقلب. نحبكم انتم تخيلوها باش كي تروحوا الدار تشوفوا الفيديو واش تخيلوا انتم انبوب مقلب والفقاعات هنا. قولوا لي ترى كيفاش نقرب؟ قاعد تقولوا نقرب عود ثقاب صح ولا؟ هاك كي تقرب عود ثقاب الانبوب هذا. يوم كان والو هو مقفول كيف دير؟ واش ندير؟ نحكم نمس القفازات ندخل يدي داخل الماء شوف نعرف شنو ندير؟ نحكم نقفل انا داخل الماء نقفل الانبوب هذا انا قفلته هذا ونحكم نطلعه واش حيصير له؟ نخرجه صح نخرجه شويه ومن بعد نقفل باش يهبط الماء هذا معايا ولا؟ نخرجه شويه يهبط شويه الماء ونقفل ما نخليش الغاز يخرج من بعد كي نطلعوا يا جماعه باش يصير؟ راح نجيب عود ثقاب مشتعل ونقربوا الى فوهد. شنو معنى الفوهد؟ يعني الفم تاع الانبوب نحي يدي
ونقلب تشوفها تشربها كي تراب. اذا توهج اذا توهج الذهب دلنا ماذا وجود واش اكسجين واذا صلات فرقعه هايدروجين. الله درك نتكلموا عليها بطريقه مليحه. كيف نكشف نعود للشيخ نسمع الاستاذ يقول كيف نكشف عن غاز الاكسجين بتقريب عود ثقاب مشتعل. اسمعوا مليح هذا القدر واحد يقول بتقريب عود ثقاب وما يقولش مشتعل غلط. قدر واحد يقول بتقريب عود ثقاب مشتعل وما يقولش مفوت حبوب غلط. قدر واحد يجيب لي عود ثقاب ويقربوا يقدموا لوين الى اسفل الانبوب حتى الغاز من يخرج صعب يخرج من الفوه من ام الفم كما ندير كيك ندير قلت كيف تحس بالهواء قاعد يخرج حتى ندير يدي فوق من الاسفل ندير اه ندير يدي في وذني في خشمي في جبهتي ما نحسش بالهواء اش كيدير انا نحس بالهواء بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوه الانبوب فتحدث فرقعة طفيفة أو صغيرة دلالة على وجود غاز الهيدروجين. كيف نكشف الأكسجين؟ بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوق الأنبوب فيزيد اللهب ويزيد التوهج دلالة على وجود غاز الأكسجين. عودوا هذا كيف نكشف على غاز الهيدروجين؟ بتقريب طفيفة. كيف نكشف على غاز الأكسجين؟ فتحت هيزداد زاد الهب الولد ساعات كيتشعلوا عود زرامي عود زرامي تشعلوا واش يصيروا كيتشعلوا بعد شي درت ما رمضتيش درت علاش؟ بيس كشفوا الأكسجين سكنوا كاين الأكسجين كاين نسبة عالية من الأكسجين كاين الأكسجين كاين الأزوت وكاين غازات أخرى بصح الأغلبية قريب 85 ولا 90% هو أكسجين كيشعلوا الزراميت يديك لحظة كيطلعوا الدار شعلوا تمام. إذا حنطرحوا السؤال كيف نكشف عن الغاز المضاد؟ كيف أنا الغاز ما كيف نكشف عن الغاز الموجود داخل كل أنبوب؟ أنا مع البريش الرد أنا مع البريش شكون هو الأكسجين وشكون هو؟ هيدروجين. أنا مع البريش تمام بصح التلميذ اللي قاري مليح وفاهم واش قال الاستاذ بطريقه اقطاب المولد يعرف شكون هو الاكسجين وشكون الهيدروجين. نعاود بطريقه اقطاب المولد بالموجب نتبع الموجب وراه نطلع 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 او الانبوب اللي لاصق مع الموجب شكون هو؟ الاكسجين. هذا مسح قلنا مسح شكون هو؟ الاكسجين. شوش مع الاكسجين قولها بطريقه اخرى الاكسجين يكون في الانبوب المتصل المتصل بالقطب الموجب يعني مثلا نو قلناها بطريقه اخرى الاكسجين يتواجد في الانبوب يكون موصل بالموجب اما الهيدروجين يكون يخرج من الانبوب يكون في الانبوب الذي المتصل بالقطب شكون السد تمام تمام احنا المره الجايه قلناها بطريقه اخرى الاكسجين يتواجد في المسرى في الانبوب المتصل بالمسرى مسرى والهيدروجين يكون في الانبوب المتصل بالمسرى المهبط. من بعد الطريقه الثانيه قلنا بطريقه اقطاب المولد. هي متصل بالموجب. اكسجين والمتصل بالسر. تبعوا رحمة وديك. تبعوا وركز معايا مليح. تبعوا وركز معايا. او بقدر الفيديو هذا نقول قدر تلقاه في يوتيوب. الشرح هذا تلقاه. والله بس ما تلقاهش بالشرح الكافي والوافي هذا اللي قاعد نقولوا لك. ما كانش. ما كانش. إذا كيف نكشف عن الغاز الموجود؟ واش قلنا لا؟ نقرب عود ثقاب نقرب بعد ما نديروا التجربة بعد ما نديروا كي يدينا نخرجوا للماء ونحكموا ما نخليوش الغاز يخرج وندوروا هاك ماوى ونجيبوا عود ثقاب وهذيك الساعة نحي يدي ونشوف شو يصير. هاي التجربة عندكم الأولاد كنا في فيسبوك ادخلوا تلقاوا نقرب عود ثقاب مشتعل من فوق الانبوب شوفوا مليح الشرطه الشرطه شنو هو لازم تقول لي نقرب لازم تقول لي مشتعل عود ثقاب مشتعل من فوت الانبوب وما تقوليش كيما ما نعطيكش علامة هيك وش يصرى باب عندنا احتمالين احتمال الاول اذا زاد الذهب اذا لاحظنا زاد الذهب هذا دليل على ماذا وشو وجود غاز الاكسجين اما اذا حدثت او حدثت نعم حدثت فرقعه
طفيف وجود غاز هذه التجربة تاعنا وهذا هو الدرس تاعنا تاع التحليل الكهربائي المسؤول. دونك شفنا حاجة اسمها أول حاجة كما نديرو ما هو الفرق بين الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي. قلنا بلي الفرد الكيميائي واش هو؟ واش هو؟ دقيقة مجهرية واش بها؟ مكون المد، قولي صح هي مكون المد. خلينا صح لا طورة ولا طورة، هي مكون المد. دقيقة مجهرية مكونة للمد، اللي تكون للمادة تاعك. مثلا مادة مسمار ولا حجرة. حجرة صغيرة جبناها وفتتناها. وتحوصوا على ذرة صغيرة، هذيك هي واش اسمها؟ فرد كيميائي. أما النوع الكيميائي هو مجموعة من الأفراد المتماثلة. وترى الظاهرة بالعين المجرد. قلنا مثل الماء. الماء واش معناه؟ قلنا مثل الماء، باش الماء تعرفوه كل. تمام؟ الماء تعرفوه كل. صح ولا؟ نعم. الماء مما تكون؟ جزيء هيدروجين وجزيء H2O مجموعة تاعنا واش عطينا؟ عطينا الماء. تمام؟ ولا لا؟ ما تعرفنا انه وعاء فولتا. علاش سميناه وعاء فولتا؟ قلنا وعاء خاص بالعلم اسمه فولتا. مما يتكون من وعاء ومصدرين مخدومين من واش؟ من الجرافيت او الفحم. وتفهمنا علاش مخدومين بالجرافيت او الفحم. بيسك ماده غير قابله للتاكل، ما تصدرش، ما تستنزرش، ما تاكلش، ما تفاعلش. تمام؟ ماده دقيقه جدا، حتى لها اي محلول ما تاكلش معاه. لاسي جيب حتى لاسي سبيتسيال وحطوا المصدرين ما يتاكلوش. تمام؟ مخدومين من الجرافيت او الفحم. زدنا شفنا هضرنا تكلمنا عن الماء اللي يكون داخل الوعاء، واش الشرط تاعو؟ هنجيبو ماء مقطر فقط؟ على ذكر الوصول حتى يكون ناقص. لأنه قلنا بالماء المقطر شفناه الوقت في السنوات السنة الماضية شفنا بالماء المقطر غير ناقص. دونك ثنا له مادة الصودا باش يرجع ناقص، باش الوعاء مسرايين مش يصير لهم يكون بيناتهم مثلا مش يصير حركة الشهوات. وتشوفوا من بعد العام الجاي الولاد تقراوا باللي من المسؤول عن نقل التيار الكهربائي داخل الوعاء حتشوفوها ان شاء الله هي الهجره العكسيه للشوارع. هذاك راح يطيح شنهيت الكترونات ولا فرنيت يس الكترونات، شنو يصرى؟ سيستم 50-50 كيما فهمت؟ اذا كان هجره عكسيه، كاين شوارع موجبه تتجه الى المهبط وشوارع سلبه تتجه الى المهبط، يعني كي شغل الصفا والمروه، الناس رايحين من حجاج رايحين من وحجاج رايحين من. إذا الهجرة العكسية للشوارع هي المسؤولة على نقل التيار الكهربائي داخل وعاء فرد. تمام؟ وكأنه درنا أسلاك توصيل. هذه إن شاء الله العام الجاي تقراوها بالتفصيل. كذا واحد قد واحد يقول لك شيء كذا ما فهمتش أنا كذا الماء هذا نقل. كذا التريسيتي يمشي داخل. التريسيتي هو حركة للإلكترونات. حركة الإلكترونات. شوفوا العام الجاي ما تعمقوش فيها. ماذا درنا حاجة مميزة؟ ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أول حاجة تواجد المصباح. انحراف جهاز الامبير واش منها؟ زدنا شفنا ظهور فقاعات غازيه وانخفاض تدريجي لمستوى الماء داخل الانبوب. وعرفنا كيفاش نكشف على الغاز هذه تقريبا ثقاب مشتعل من فوق الانبوب فتحت الفرقع، هذا دلاله على وجود غاز هيدروجين، حدوث ذهب دلاله على وجود غاز تمام. نكتب القدر سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. ونسوا شرح والديكم دعاء لوالديه الحمودي. الله يعيننا الوالدين الحمودي. هذا باش نحبوا الاسره. السلام عليكم.